ركز كده معايا دلوقتي، دي سرعة الانترنت بعد ما حسنا في جودة الإشارة بتاعتنا. هروح عندنا على اختبار سرعة الانترنت ونشوف سرعة الانترنت هتوصل معانا لحد فين. دي كده الطريقة اللي احنا قدرنا نحسن بيها شبكة الواي فاي وبالتالي ترفع معاك سرعة الانترنت بالميجا بايت زي ما انت شايف قدامك كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنكمل سلسلة الراوتر الجديد بتاعنا اللي هو الهوم وايرلس، الراوتر اللي بيعمل بتقنية 4G بلس. لو هو انت عندك الراوتر ده فانت لازم تظبط بعض الاعدادات علشان تقدر تصحح فيه الاشاره بتاعتنا، وانا برضه هقول لك فيه تقنيات جديده كده. طبعا انت سالتني ده بتاع ايه، اكيد سالت نفسك ده بتاع ايه، كل ده هتعرفه بالتفصيل اظن انت لاحظت دلوقتي ده بتاع ايه. هتعرف برضه ده انا مركبه ليه وازاي وفين علشان تعرف ده وظيفته ايه. طيب تعالوا بينا كده نعرف الاول ازاي نعمل ضبط لاشاره الراوتر نفسه وازاي تعمل ضبط من جوه الجهاز نفسه، لكن محتاج شويه وقت كده معايا وتفضي نفسك كده شويه. هات كوبايه الشاي بتاعتك او كوبايه القهوه ويلا بينا كده نبدا الفيديو. قبل ما نبدا في الاساسيات اللي هي بتخلي الاشاره بتاعتك كويسه وبتخلي الواي فاي بتاعك اعلى، لازم تفهم شويه حاجات كده في الراوتر بتاعنا. ده شكل الراوتر زي ما انت شايف كده، في ثلاث لمبات، لمبه الاشاره ولمبه الواي فاي ودي لمبه الباور. طبعا العلامه دي في حاجه اسمها NFC وتلاقيها في التليفونات، وده طبعا لوجو الفودافون. هترجع تاني كده في الباك بتاع الراوتر هتلاقي فيه عندك زرار اسمه ريزيت وفي زرار تحت اسمه WPS، ده اللوك وده زرار الباور ودي اربع الخانات اللي بتوصل منهم في اي جهاز تاني. طبعا زي ما انت شايف كده في نوعين من الغطاء، طبعا انا حاولت افك فيه قدامكم في الكاميرا والصراحه كان صعب جدا، فاضطريت ان انا استخدم شويه كده معاه عنف حبتين علشان يقدر يتفتح معايا. الغطاء ده اتفتح معايا وبتركب مكانه في حاجه اسمها انتنة او مقوي الشبكات. الانتنة دي بتركب هنا بالشكل ده كده، ودي وصفتها ان هي بتبعت لك الاشاره من 100 متر لحد 200 متر. طبعا انت لازم تثبتها، انا عملت كده ركبت بشكل كروكي علشان انت بس الصوره توضح لك. طبعا انا تقدر تربط كمان اكتر من كده، انا دلوقتي فكتها مش عايزها دلوقتي. تعالوا بينا كده نشوف ايه هي التفاصيل اكتر جوه الراوتر ده. زي ما انت شايف كده ده اللوك الخاص بالواي فاي، طبعا ده الباركود اللي انا مسحه طبعا ما تعرفوش اي حد خالص، ودي الشريحه دي بتاعت الشبكه نفسها يعني بتاع الفرع نفسه ده بيستخدمه في حاله الراوتر. طبعا اللي جنبها هنا دلوقتي الشريحه دي لازم تركب في الراوتر نفسه، شوف بتركب ازاي. طبعا الخانه اللي جنبها دي حاجه تبع الفرع علشان لو في اي مشكله في الراوتر هو بيوضحها لك. طبعا خلفيه كده جميله جدا. طبعا تعالوا بينا كده نركب الراوتر من جديد زي ما انت شايف كده، ركبت الشريحه ورجعت تاني لكم للفيديو وكده شكل الراوتر معانا زي ما انت شايف كده. تعالوا بينا كده نرجع تاني وازاي تقدر تظبط الاشاره. علشان تقدر تظبط اشاره الراوتر بتاعك لازم يكون في مكان فاضي ويكون اقرب مكان ليك هو برج الشبكات الخاص بالراوتر بتاعك. طب تعالوا بينا كده نعرف ايه هي بعض التفاصيل اللي جوه الراوتر، ازاي تقدر تستخدم الراوتر بشكل صحيح، ازاي تقدر تعمل ليميت او تحدد سرعه الانترنت بتاعتك على حسب ما انت عاوز، وكمان تقدر تفهم الاشاره بتاعتك هي كويسه ولا لا. تعالوا بينا كده بقى نخش على اعدادات الراوتر. كل اللي عليك بس بتطلب 192.168.1.1 في عنوان اليو ار ال اللي موجود فوق ده. انا هحاول كده اوضح لك اكتر، ده اسمه عنوان اليو ار ال، لازم تكتب العنوان ده اللي هو 192.168.1.1. تعالوا بينا كده نكتب اسم المستخدم وزي ما احنا اتفقنا اللي كان موجود في اسفل الراوتر واللي كنت عامله لزقه علشان مفيش حد يعرفه. كل عليك بس بتكتب اسم المستخدم وبعدها كلمه المرور اللي هي تحت 192.168.1.1. تمام. دلوقتي بفتح بقى زي ما انت شايف كده اعدادات الراوتر بتاعي. ده علامة الباركود، ده لو انت مثلا حابب تعمل كونكت مع الراوتر نفسه من غير ما تتعب نفسك وتكتب الباسورد، برضو هتلاقي الباركود ده موجود اسفل الراوتر. امسح بس الباركود وعلى طول هتعمل كونكت على الراوتر بتاعك. طيب دلوقتي بقى تعالوا نشوف في حاجات مهمة كده. هنفتح استخدام البيانات في تاب جديد ونفتح اعدادات متقدمة في تاب جديد. تمام، خلي بالك من النقطة دي. وهتروح عندك على اعدادات الواي فاي زي ما انت شايف كده، انا هحاول اعلمها لك اهو. اعدادات الواي فاي هضغط عندك على كلمة إعدادات ومن هنا بتبدأ بقى تعمل هنا تشغيل وتفعيل. موزع الواي فاي تشغيل، في SSID 1 اعمله تفعيل، واضغط بس عندك على كلمة تفعيل ومش عايزين من الصفحة دي أكتر من كده. تمام. دلوقتي برضو بقى بترجع تاني على الصفحة اللي احنا فتحناها من جديد. خلي بالك بقى من النقطة اللي احنا هنستخدمها دلوقتي.
دي اسمها تحديد البيانات، ودي لو انت عاوز تعمل لنفسك ليميت علشان تقدر توفر في الباقه بتاعتك. في الباقات طبعا اللي هي 40 جيجا ب 200 جنيه، وانت طالع بقى في اسعار خرافيه لحد ما تيجي توصل تقريبا ل 800 جنيه اللي هو 240 جيجا. طيب انا محتاج دلوقتي اعمل حد استخدام للبيانات، اعمل ايه؟ تضغط عندك على كلمه تفعيل زي ما انت شايف كده، ده مسح التاريخ بقولك من 1 ل 30، سيب 1 زي ما هو. تمام، تم لحد باقي الوقت ولا البيانات؟ تختار البيانات. لو انت محتاج بالوقت مفيش مشاكل، محتاج البيانات برضو مفيش مشاكل، بس يفضل انك تستخدم البيانات بالجيجا. قالك البيانات المستخدمة عندك 22.69 ميجا بت. تمام، باقة البيانات انت بتكتب الباقة بتاعتك كاملة هنا، وعند الوصول لعدد معين، يعني مثلا انت لو باقتك 40 جيجا عاوز توصل مثلا ل 10 جيجا، ويبدأ يخفض معاك ويديك تحذير انك وصلت ل 10 جيجا في وقت قصير قوي. ممكن تخليها مثلا ل 1 جيجا او 2 جيجا، ويبدأ يخفض معاك حجم الباقة بتاعتك. ودي فكرة كويسة قوي من شركة فودافون، ان هي تقدر تخلي الراوتر بتاعك تقدر توزع الداتا زي ما انت عاوز. بعد كده بتضغط عندك على كلمة تفعيل، وبعد كده انت فعلت الخدمة بتاعك. لكن انا مش محتاج ان انا اعمل ليميت او اعمل حدود للواي فاي بتاعي، مش محتاج انا كل الكلام ده. تعالوا بقى كده نرجع تاني على بيانات استخدام الهاتف. طبعا عملتها التعطيل لان انا مش محتاج. لو انت محتاج انك تعمل ليميت للبيانات بتاعتك مفيش مشاكل، اعمل لها تفعيل. خلي بالك بقى انت لما تيجي تروح عندك على الصفحة اللي بعد كده، قالك اعدادات متقدمة، مؤشر اضاءة اعمله يعمل دائما، اعدادات ايقاظ الواي فاي اعمله تعطيل، اعدادات الراوتر. نرجع لاعدادات الراوتر، هتخلي الاعدادات زي ما انت شايف قدامك كده، ما عدا الحاجة اللي انا عاملك لها بلور علشان دي مش بتاعتك. المهم تتأكد بس ان الاعدادات دي موجودة زي ما هي. اعدادات الحماية والتحديث، خلي التحديث اعمله تفعيل وتفعيل زي ما انت شايف كده. ليه بقى؟ لان ممكن يكون في يعني التحديثات الجديدة الخاصة بالراوتر، وانا يعني والله اعلم ممكن يكون مثلا لما يجي يخش ال 5G يعمل ابديت لوحده، ويبقى الراوتر معاك شغال على ال 5G. طبعا الراوتر دلوقتي بيعمل بتقنية اللي هي ال 4G بلس زي ما انت شايف كده. تيجي قوة الاشارة بتاعتك، وتأكد ان قوة الاشارة دي كاملة 100%، يعني تلاقي الاربع او خمس شرط دي موجودين وكاملين، مفيش فيهم اي مشاكل او فيهم اي نقص. طيب لو فيهم اي نقص مفيش مشاكل، يعني لو شرط او شرطتين مش هيضر في اي حاجة. دلوقتي ممكن نرجع تاني كده، نرجع كده خالص. هتروح عندك على رقم الشريحة والتغطية والشبكة اللاسلكية وقوة الاشارة، هتضغط بس عندك على قوة الاشارة زي ما انت شايف. خلي بالك قوة الاشارة عندي هنا سالب 90 زي ما انت شايف كده، سالب 90 دي ام بي او دي سي ديسيبل حاجة زي كده تقريبا، يعني زي ما انت شايف كده دي قوة الاشارة ها، وبرضو سالب 90 زي ما هو مكتوب. طب ايه الفكرة كلها؟ قوة الاشارة دي بتعتمد على الديسيبل دي تقريبا، مجرد بس ما انت بتعرض الراوتر بتاعك لمكان مفتوح على طول الشبكة دي بتقل، وكل ما تيجي تقل رقم 90 طول ما يكون الشبكة بتاعتك افضل واحسن. طب الشبكة بتاعتي لو هي سالب 90 زي ما مكتوب كده مفيش مشاكل عندي، لكن ممكن تخليها تنزل اكتر من كده، تغير الراوتر بتاعك في كل مكان في الشقة، ممكن تحطه على السطح عندك وهو برضه هيبعت لك شبكة الواي فاي بتاعتك لانه بيوصل لحد 200 متر. وزي ما احنا اتفقنا انا قلت لك ممكن تشتري الانتنة دي، الانتنة دي بتتباع على امازون، تقدر تركبها عندك في الراوتر، بتسبب يعني بتخليك في مدى ابعد لاشارة الواي فاي. ممكن برضو تشيل كمان الغطاء اللي بعده ده، في غطاء كمان هنا بعده زي ما انت شايف كده، ده الاولاني في التاني، ممكن تشيل التاني وتركب واحد جنبه هنا يوصل لك الاشارة 100% وبدون اي مجهود، ومحتاج بقى انك تقف جنب الشباك ولا تقف جنب باب، مفيش الكلام ده خالص. طيب خلي بالك بقى ان احنا ممكن نضيف اي حاجة تانية في البيانات بتاعتنا الخاصة بالراوتر، ودي حاجة اسمها الرسائل القصيرة. خلي بالك من النقطة دي، الرسائل القصيرة دي بتوصل لك اي رسالة تظهر لك على الشريحة، بدل ما تاخدها تركبها في التليفون بتاعك، لا هي بتظهر لك على الراوتر نفسه، وبالتالي تعرف مشكلة الراوتر ده ايه ومشكلتك ايه مع الراوتر. طيب دلوقتي قال لي هنا تم تنشيط الخدمة موبايل انترنت بنجاح. طيب دلوقتي انت لو راوتر فودافون ومحتاج تعمل تنشيط للشبكة، بتكتب نجمة 3 تمانيات نجمة 4 شباك، وعلى طول الشبكة بتاعتك بيتعمل لها تنشيط. لو انت اي راوتر تاني لاي شركة تانية بتقدر تكتب بس تنشيط الشبكة لشركة فودافون اتصالات زين اورنج، اي شركة انت معاك دلوقتي هتقدر تنشط الشبكة بتاعتك وتنشط الخط بتاعك. هو كود بس انت بتكتبه، وبعد كده بيعمل عملية تنشيط، ده لو في حالة لو في اي مشاكل عندك في الراوتر نفسه.
طبعا لو قلت لك عليه انك تشيل الشريحه بتاعتك تركبها في اي تليفون وتطلب الكود ده، بعد كده بتشيل الشريحه وتركبها تاني في الراوتر. الموضوع ما فيش فيه ابسط من كده. دلوقتي كده احنا اتكلمنا على الاشاره واتكلمنا على جوده الاشاره بتاعتنا واتكلمنا على الراوتر بالكامل واساسياته. لو انت محتاج اي حاجه في الراوتر او اي شرح اقدمه لك تكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واشوفكم في حلقه جديده. دمتم بخير، سلام.